إذا سافر شخص من الرياض إلى مكة وبطريقه مر على القصيم ويوجد في القصيم بعض أقربائه فجلس عندهم يومين، فهل يعتبر مسافر بحجة أن هؤلاء أهل له أم مقيم؟ لا يعتبر مسافر ما دام هو بطل الله، إن مر على قريب الله في البلد، عم الله في البلد، قريب الآخر يكون مسافر على حاله، يعني هو من بطل الله إنه بطل لقريبه، فإذا يكون حكم مستوى. لكن واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ويتم معه. إذا كان واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ويصلي الأفضل. أما إذا كان مع أخوية اثنين ثلاثة يصلي الجميع، إن شاء الله قصروا سنتين وإن شاء الله صلوا مع الناس أفضل.